دائما ببرنامج كهرمانة إن فقرة مخصصة عن الأزياء والموضة، ولأنه أناقتكم تهمنا ففقرتنا اليوم أكيد مخصصة عن آخر صيحات الموضة للقلابيات والعبايات. خصوص هذا الموضوع ضيفتنا اليوم مصممة الأزياء نوار الحمد. يا أهلا وسهلا بيك نوار. حبيبتي بان شرفتوني ونورتوني، وكل الشكر والتقدير للقناة الشرقية طبعا وجميع العاملين فيها والبرنامج كهرمانة اللي أنت منورته. أنا جدا سعيدة اليوم، خصوصا أنا أول مرة أطلع على قناة عراقية يعني كمقابلة، فجدا سعيدة فيكم. احنا تشرفنا اكيد بيج نوار وسعيدين بوجودك ويانا. طيب نوار، مثل ما عرفنا متابعتنا العزيزات متابعات كهرمانة، فقرتنا اليوم راح تكون مخصصة عن اخر صيحات الموضة بالقلابيات وايضا العبايات، فتحكي لنا عن بداياتك وشون اختصيتي بهذا المجال. انا بديت من 22 سنة ولله الحمد بمنطقة اسمها فريج المرر بدبي. نعم. بلشت بالعبايات وعن طريق، هي مو عن طريق الصدفة، هي موهبة عندي من الطفولة. نعم. وما شاء الله نميتها وصارت حب وشغف وباب رزق لي يعني. اجتهدت واشتغلت، مريت طبعا مطبات اكيد يعني أكيد. كثير مطبات، بس لله الحمد نجحت وتركت السيجنتشر، انه تعاملي مع زبوناتي، انتقائي للخامات، طريقة الشغل عليها. انا اعشق الشغل الهندي، الشغل اليدوي. نعم. هذا يمكن اللي يميزني من يعني مع كثير من المصممين. انا من بداياتي بديت بالعبايات الملونه يعني. نعم. يعني من احكيك قبل 22 سنه طلعت عن المالوف يعني، كانت ماكو عبايات ملونه. اول ديزاينر يعني اصمم عبايات ملونه يعني. نعم. كانت العبايه هي عبايه السوداء، سودة يمكن مجرد سيجنتشر او اللوجو حق المصمم. انا حبيت اطلع، وهي باصول العبايه على فكره انها هي عبايه ما كانت سوداء. إذا نرجع للتاريخ. نعم. وتاريخ العرب، فهي عباياتنا للمنطقة الصحراوية. نعم. كانت العبايات كلها الألوان النود، الألوان الصحراوية. صحيح. حبيت أمزج الماضي مع الحاضر وبلشت بطريقي يعني، ولله الحمد يعني لقيت إقبال كبير يعني. طيب نوار، معناتها إحنا رح نشوف خلينا نقول تصاميم تراثية لكن بلمسة عصرية، فرح نشوف كل الموديلات من مجموعتك الأخيرة أكيد على العارضة. هذا كولكشن طبعا شنتون الفرنسي. أنا أحب أتعامل مع القطعة بالتطريز، التطريز الهندي مع الثريجي. نعم. أحب الشغل البارز جدا يعجبني. هذا كولكشن العيد، أحب أمزج الألوان، طريقة الديزاين تكون. نعم. مختلفة يعني، خارج عن المألوف، خاصة جاينا عيد يعني هالأيام هذه. صحيح، هو العيد فرحة. وألوان حلوة وكشخة بنفس الوقت، فهيك نوع من العبايات تكون مميزه ايضا، وبنفس الوقت يعني اعتقد تناسب كل الاجسام نوار يعني، لانه القطعه عريضه. احنا دائما نستخدم القصات الفرنسيه في العبايات. نعم. هي في يعني اكو كم تصميم يعني للعباء، عندك العبايه السعوديه، القصه البحرينيه، القصه الكلوش، هذه قصات خلاص هي هذه متعودين عليها، بس الديزاينر هو اللي يحط بصمه بتاع التصميم. طب شنو الفرق بين القصة السعودية والبحرين؟ شنو دائما القصات. نعم. السعودية تكون العباية اللف. اللف. نعم. اللي عندك البحرينية تقريبا تميل الى عباياتنا القديمة، العباية العراقية اللي عرس. نعم. بس نلبسها على الكتف يعني. نعم. والقصة الفرنسية اللي تكون كلوش. نعم. فهذه قصات ثابتة. احنا نحط عاد ديزايناتنا، بس بصماتنا، اللمسات، كل مصمم يحط بصمته الخاصة بيه يعني. طيب نوار، انا وياك كنا نسولف خلف الكواليس، قلتي لي انه انت طبعا اختصاصك المهني او الاكاديمي، عفوا الاكاديمي، بعيدا تماما عن تصميم الازياء. فشلون انتقلتي من يعني تخصصك الى الازياء؟ انا مخلصه تشريع اسلامي. نعم. لله الحمد، بس قلت لك الهوايه بدت عندي من عمري 8 سنين. نعم. تقريبا كل امهاتنا العراقيات يحبون يخيطون. صحيح. انا كنت ارسم الماما الموديل يعني، من اروح المدرسه ما كنت البس زي المدرسي العادي. نعم. لازم اكون يكون الموديل مختلف شوي. صحيح. فبلشت وياي هاي السالفه من انا طفله صغيره يعني. صارت شغف، حب. نعم. عن طريق الصدفه انا كنت اصمم عباياتي عند محل، اشوف المحل كله تصاميمي انا. حلو. منها بلشت. حلو. قلت لك من 22 سنه والحمد لله. وقمتي تتنوعين ومختلف العبايات. بس احنا بدنا نشوف على عرض عبايه ثانيه نوار، فتحكي لنا على هاي العبايه، احسها اهدى وابسط، حتى مناسبه يمكن البنات شوي الصغار بالعمر. هذه العبايه على شكل جاكيت، طبعا هي تحتها اذا البنت او الامراه تريد فستان او بنطلون. نعم. احنا نسوي لها طبعا كلها. قلت لك انا احب الشغل التطريز الهندي، يعجبني دائما. نعم. الوانها هاديه، الالوان النود، بما انه صيف. صحيح. ينفع انها تلبسها يعني حتى الصبح بالاي اول يوم العيد او عندها دوام. نعم.
صحيح نوار، مثل ما تنشوف أنه كبار المصممين وأيضاً دور الأزياء صارت تصمم عبايات خاصة فقط للشرق الأوسط. وبما أنه دا نحكي عن كبار المصممين ومصممين الأزياء، فحب أسأل أنت نوار كمصممة أزياء، منو المدرسة، مدرسة التصميم اللي تجذبك، وأيضاً منو المصمم أو المصممة اللي تحبين تصاميمهم؟ أنا كديزاينر يعني ما عندي مصمم خاص، نعم، أو براند معين أني أحبه. أنا دائماً أقول أنا أضيف القطعة، مو صحيح. القطعة هي اللي تضيفني. مرات نشوف إحنا نلبس يعني، وأنا أنصح البنات بعد أنهم لا خلاص أنه لازم ألبس من هالمصمم هذا، حتى لو كانت القطعة بسيطة أنت اللي راح تحلينها، صحيح، بثقتك بنفسك، بالإكسسوارات اللي تحطينها. فأنا أحب كل المصممين. صحيح. هنا عندنا هاي العباية بعد هاي يعني كشخة بامتياز، فخامة بامتياز يا نوار. طبعا اللي قلت لك انا الكولكشن هذا كله الشنتون، نعم، الشنتون او التفتة احنا نقول له، القماش الفرنسي، الخامة الفرنسي هذا، نعم، التفتة الفرنسية، ومع التطريز اليد. انا ركزت على الكولكشن هذا بتطريز اليد، نعم، مثل ما قلنا انه العيد لازم الامراه تتميز. وينفع هذا التطريز، عفوا انا ورقه تطريز يدوي، هاند كله تطريز يدوي، نعم. انا من طفله اعشق التطريز اليدوي، التطريز اليدوي، وتاثرت كنت اسافر دائما للهند، نعم، كلش تاثرت بالثقافه الهنديه والحضاره الهنديه، نعم. احب امزج بين الحضارات يعني، لانه عندهم شغلهم، عندهم شغلهم، نعم، يعني شغلهم يجنن وينطي روح للقطعه. صحيح. طبعا هي نوع من القطع نوار يعني ما اعتقد تبطل مودتها، لا لا لا، تظل محافظه، ممكن واحد يلبسها بالعيد مثل ما قلتي، بحفلات، حفلات، مناسبات، مولود، العشاء يعني، عزومات العشاء، نعم، بعد هو يطلبون هالموديلات فعلا يعني، يعني هي واحد بس يلبسها خلاص، بعد خلاص ما يحتاج، ما يحتاج اي اكسسوارات، حتى اي ما يحتاج، أي لانه لا، هي فعلا التطريز هو بمثابه اكسسوارات للقطعه، يمكن تضيف انها يعني حلق اشياء بسيطه، بسيطه يعني، شيء ناعم. طيب نوار، انت كمصممه ازياء وصار لك بمجال التصميم 22 سنه، فاكيد هناك العديد من الصعوبات والمعوقات اللي واجهتك، فحابين نعرف شنو الصعوبات اللي واجهتيها. اكيد حبيبتي، انا واجهت كثير صعوبات يعني. انا بديت من محل صغير، نعم، 3x4 بمنطقه اسمها فريج المرار بدبي. كان هذا الفريج يعني حق جلابيات وخاصة المغاربة يعني، شغل المغربي، نعم. من عندها بعدين انتقلت لمركز أبو هيل، ومن عندها ما شاء الله صار عندي كذا محل. واجهت صعوبات ومطبات، وأنا دائما أعتبر الحياة نفس محطة المترو، كل يوم أنت تواجهين، صحيح، تروحي المحطة وتواجهين المطب، وكل يوم الوجهة يعني معينة. صارت عندي انتقالات، خسارة، بس مع ذلك أنا صبرت وما استسلمت، لأن أحب شغلي. أكيد. أنا أعشق شغلي، هو مو مجرد شغل، هو شغف وحب، ومن عندها لك الحمد يعني. أنا هسه بأحسن منطقة في دبي يعني. أكيد. منطقة جميرة، منطقة معروفة، لك الحمد، حققت نجاحات كثيرة، تركت بصمتي بقلب كل زبونة تدخل عندي. أكيد. هاي هم رسالة لأي مصممة حابة أو مبلشة الطريق وواجهة صعوبات، ضروري أنه تستمر وما تستسلم وتتعلم من أخطائها. أكيد. تكون حريصة على شغلها. أكيد. لا تنطي سر المهنة، لأن أنا هذه كلها مريت بيها يعني. نعم. طبعاً هاي العباية اللي دا نشوفها على العرضة أكيد أكثر من حلوة، مو بس حلوة، أنا كل مرة تطلع على العرضة أقول هذا القطع أحلى، تجي القطعة وراها أحلى وأحلى. طبعاً اللون الأسود، الأسود ملك ملكي طبعاً، الألوان ملكي، وأنتي طبعاً زينتي بالتطريز والتفاصيل الذهبية، فتحكي لنا على هاي القطعة. هذا الموديل هو من الخامات جداً راقية، نعم، الحرير الفرنسي طبعاً، الحرير الفرنسي، الحرير الفرنسي، نعم، اعتمدت عليه بشغل اليد، وقلت لك أنا أحب الشغل 3D، الشغل البارز، نعم. أغلب الأعراس بالإمارات أو حتى بالمجتمع العربي، نعم، صاروا يحبون يلبسون العباية، خاصة إذا العرس مو مقرب يعني، نعم، كلش يحبون يلبسون العباية بأسلوب حلو وراقي، وتشوفين أنت ما تحتاج إنها أصلاً يعني تلبس عباية فستان، بس كأنه بدلة نوار يعني، كأنه واحد لابس بدلة فستان، فستان كشخة يعني، حلو، ما تحتاج إنها تلبس شيء، وشيء محتشم ومرتب. طيب نوار، بختام فقرتنا الجميلة لليوم، حابين تعطين فد نصائح حلوة ومفيدة أكيد للبنات اللي مقبلات على مجال تصميم الأزياء أو اللي بداية مشوارهم. أول شيء صبر، نعم، وثاني شيء النوايا، أهم شيء النية صافية. من تكون النوايا صافية وعندك ثقة برب العالمين أني بيوم الأيام راح تصلين، فأنت راح تصلين، لحد يعني يكسر المجاذيف، لا سمعون لأحد، أكيد راح أنتوا تخسرون بالبداية، خسارة،
صبر تحمل، مرات تصير أخطاء عندك مو معناته أن انتهت خلاص أنت خسرتي ودمرتي، لا 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 لازم تحملين. أنا دائما أقول من كنت صغيرة أنا طموحي كالبحر ما له حدود، دائما خلي أهدافك قدام عينك وامشي وراها، راح توصلين وراح تنجحين وتحققين اللي أنت تردينه. وإحنا نوار مثل ما نقول ختامها مسك، راح يكون ختامها أكيد ويا البشت العراقي. فتحكينا عن بشت العراقي بطريقة وألوان عصرية طبعا. هذه من أقدم الموديلات عندنا وما شاء الله يعني من نزلت الموديل هذا لاقى نجاح كبير، وأغلب الفنانات والمذيعات دول الخليج حتى الأجانب أخذوا من هذا الموديل. صحيح، لأنه مميز جدا نوار، يعني أول شيء التراث يعني البشت مبين مزج التراث العراقي مع الألوان مع التطريز اللي مطيه فخامة، فحسيت أنه ثلاث ستايلات بقطعة واحدة، فمطيته تميز ورقي. الموديل ما شاء الله نجح جدا نجاح عندي يعني. طبعا نوار التصاميم أكثر من رائعة، يعني تراثية بلمسة عصرية مثل ما شفنا، الألوان جدا حلوة، الشغل جدا جدا حلو ومميز. نتمنى لك كل التوفيق. أنا شخصيا جدا استمتعت بالتصاميم، وإن شاء الله متابعاتنا العزيزات يحبون التصاميم ويستمتعون بها. نتمنى لك كل التوفيق بمجالك ومجال التصميم. أسعدتوني اليوم بحضوركم وحياكم الله، وأنا سعيدة جدا أكيد يعني بلقاء وياك حبيبتي. كل التوفيق يا حبيبتي.